وما حكم صيام 6 شوال عن الميت؟ ما يصام عن الميت إلا الواجب الفرض، مثل قضى رمضان مات وهو عليه قضى، أو عليه صيام كفارة أو صيام نذر ومات، هذا يقضى عنه. أما أن يصام عنه نفل هذا لا، لم يرد به دليل. والأصل أن الصيام عمل بدني ما تدخله النيابة، نعم، لكن ما جاء به الدليل يعمل به، وما لم يرد دليل فالأصل أنه عمل بدني لا تدخله النيابة، نعم.